في هذا العرض الذي طيب بالعلم وش قال عن هالأشياء؟ العلم أنا الآن أمامي هذه المكونات، يعني أنا يعني استعرتها من صديق من الأصدقاء المهتمين في مكافحة التبغ وله جهود. هذا المكون الرئيسي اللي هو التبغ الممضوق، التبغ المخزن أو أحيانا يحفظ بطريقة بحيث تنمو الكثير من الفطريات فيه، وهذا أفضل دائما، يسمونه معتق او مخزن بحيث انه ينمو فيه كثير من الفطريات. هذه الفطريات وهذه كاس المويه لو سمحت، هذه الفطريات التي تنمو في هذه المكونات تعتبر فطريات ضاره سامه، تنتج افلاتوكسين احيانا، تنتج بعض التوكسينات او السموم الفطريه. فعلشان يغطون رائحه الافلاتوكسين او رائحه السموم او حتى اللون، لون الافرازات الصديديه والميكروبيه، يضيفون هذه الالوان. يعني انا الان اكتشفت انهم يضيفون هذا البلو برنت او يضيفون الكراميل او يضيفون حتى وش البلو برنت، هذا صبغه كيميائيه ضاره جدا. هذا يستخدم في الحبر، يستخدم نعم في المطابع، يستخدمه في المطابع في الحبر، ويستخدم الكميه الكبيره هذه تكفي مصنع كامل يعني او مطبعه كامله لطباعه اكثر من 100,000 كتاب بالحبر. لكنها للاسف يستخدمونها بطريقه كما نرى الان، يعني جزء بسيط من هذه الحبر، يعني انظر يضيفونه ثم يتكون هذا اللون الأزرق. الآن انظر يعني خطورة هذا اللون الأزرق، وهي كمية بسيطة. يعني لو فرضنا أننا الآن أمام يعني المحضر نفسه قد يفاجأ نفسه بهذه الكمية، يعني لمسة بسيطة جدا لهذا الأزرق، وهم يعني يضعونه بكميات عالية جدا. يعني مكونات الألوان والنكهات، هذه المكونات تتكلم عنها وين توجد، في أي نوع؟ في المعسل والجراك. في المعسل والجراك نعم. أيوه. هم يقول لك مثلا أنه فواكه طبيعية زي التبغ، خطأ، هذه كذب وهذه خداع للمستهلكين، لأن المستهلك يعني يهمه الكيف الذي يصل إليه. الكيف هذا كيف يصل إليه؟ بواسطة التخمر والتخزين نمو الفطريات هذه والسموم، فتدخل إلى الجسم وتدمر مواد في الجسم طبيعية كانت تفرز الأندروفين وغيرها، ثم تبدأ تفرز هي تعوض هذا الأندروفين، وللأسف الشديد يصبح كأنه مريض يحتاج إلى هذه الجرعة، كأنه يعني المدخن أنا أعتبره مريض يحتاج إلى جرعة التدخين كل شوي لأنه دمر أشياء طبيعية في جسمه. ثم تضاف أيضا نكهات، لديهم نكهات، هذه نكهة الموز مثلا، هذه نكهة الليمون، نكهة العنب، نكهة التفاح الأحمر، ويسمون هذا تفاح بحريني وهذا ينبعاوي وهذه وكذا مخلوط فلان ومخلوط فلان، لها أسماء، وهي تخلط بنفس الطريقة اللي رأيناها قبل قليل بنفس القذارة وبنفس وأماكن خلفية. لو دخل المدخن نفسه المشيش أو الذي يتعاطى هذه إلى الخلفية الكواليس التي تجهز في هذه الأشياء، ونحن من باب يعني إبراء الذمة أنا قمت في أبحاث كثيرة خلال 20 سنة الماضية لكي نتأكد، وجدنا أنها تضاف مواد، وأثناء الاحتراق يحدث يعني لو الماء نفسه الذي تمر من خلاله هذه الأشياء يطلق يعني بعض الرطوبة وتدخل الهيدروجين، ذرات الهيدروجين مع الكربون تنتج الهيدروكربونات. الماء نفسه لو المدخن نفسه لديه عقل يرى كيف يتغير لون الماء إلى لون أصفر بني ثم يتراكم بني شديد جدا، مما يعني زيادة هذه المواد المؤكسدة الموجودة. يعني لو شرب منه حيوان هذا وحقن فيه أحد حيوانات التجارب لمات في الحال، وهذه جربت يعني المياه الموجودة في داخل النرجيلة أو الشيشة أو الزجاجة حقنت في بعض فئران التجارب فماتت بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من الحقن. هذه يعني كل الأشياء تدخل في جسم المدخن. لذلك أثبتت أن رأس واحد من المعسل والجراك يحوي ما تحويه 24 سيجارة من هذه السموم والمواد المسرطنة والمواد الضارة القاتلة. هذه يعني نبذة بسيطة جدا، فكم من هذه الأصباغ التي دخلت الرئة، كم من هذه الفطريات والسموم الموجودة في هذه المركبات، كم من هذه النكهات. يعني يسألني بعض الناس إن أنتم تحدثتوا عن النكهات التي تضاف للأغذية والمسرطنات الموجودة في في الطحينية مثلا، أنا أقول في 5 كيلو من الطحينية يوجد نسبة أكسيد التيتانيوم إذا أضيفت، وهذا خطأ أنها تضاف ويجب أن لا تضاف. إذا أضيفت في 5 كيلو يوجد ما يعني نسبة تعادل ما يوجد في سيجارة واحدة. فهل الإنسان يستهلك 5 كيلو طحينية في اليوم؟ لا أعتقد، ولا في خلال سنة، بينما يستهلك 20 سيجارة. وأيضا للأسف الشديد المدخن الشرهي، أنا درست في أمريكا وأوروبا عدة سنوات وأذهب إلى هناك مؤتمرات طبية، المدخن الشرهي لديهم يدخن علبة سجائر واحدة يعني 20 سيجارة في الأسبوع وليس في اليوم.
بينما لدينا يدخن العادي يدخن علبة سجائر مرة أو علبتين في اليوم بعضهم، وهذه كارثة. أنا تحدثنا مع وزارة الصحة ورفعنا بعض التقارير، إذا كان لدينا الآن 4 ملايين مدخن فنتوقع أن يكون لدينا 1 مليون مريض يا بسرطان أو بأمراض قلب، فهل لدينا أسرة تكفي لهذا العدد في 10 سنوات القادمة، في 15 سنة القادمة؟ طيب القصدير والنوع. القصدير هذا يستخدمونه، وهذا أيضا من الخداع، لأنه هنا ثبتت الدراسات في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، أجروا دراسات على انتقال التهاب فيروس الكبد السي، وسبب انتشاره كبير، يعني كثيرا ما يحصل بسبب الشيشة وتناول أو تبادل لي الشيشة بين المدخنين أنفسهم. فبدأوا يعني يحاولون يتهربون من هذه المشكلة المرضية، أنهم يضعون الشيشة على المبسم تغطي المبسم ثم يستخدمه شخص. هذا دخول هذه المواد المعادن إلى الفم، هذا يعتبر خطورة، خطر جدا، لأن تدخل هذه المعادن الثقيلة إلى فم المدخن أثناء التدخين، ولم تحل المشكلة، لأن المشكلة الميكروبات الموجودة هي في اللي نفسه وفي داخل اللي، فيشفطها المدخن سواء وضع القصديرة أو لم يضع القصديرة. الآن صار يجيبوا اللي واحد لمرة واحدة فقط ويرميه. لا، مبسم مطلقا، مبسم استخدام واحد يسمونه المبسم، لكن أيضا هذه أنا أتحدث عن اللي. في دراسة أيضا عن انتشار السل الرئوي تيوبركولوسيس التي بي، للأسف الشديد عاد الانتشار مرة أخرى بعد أن قضي عليه في المملكة بفضل الله، ثم التطعيمات واهتمام يعني حكومة خادم الحرمين بالإنسان، لكن للأسف الشديد الآن رجعت لدينا حالات من التيوبركولوسيس أو السل الرئوي، وحالات مقاومة جدا انتشرت، وسبب الانتشار هو استخدام اللي الشيشة ولي الجراك من هذه بين هؤلاء، يعني هي الدرجة الثانية بعد السجون، انتشرت في السجون وثم يعني انتشرت أيضا بالدرجة الثانية بين في المقاهي بين هؤلاء المستخدمين. بعضهم يا دكتور يقول لك أنا الحمد لله رب العالمين والله بطل دخان، وأبشرك أني انتقلت للشيشة. الشيشة على الأقل شوف التبرير، الدخان في جيبك وبتدخن كل شوي كل شوي، بعد الصلاة قبل الصلاة بعد الغداء قبل الغداء، تأخذ إلى 40 سجارة في اليوم أو 35 سجارة، بس المعسل ما حطه في جيبي، لازم أروح المقهى ولازم أرجع ولازم التفسير العلمي. أنا أعتقد أن هذا خطأ، يعني هو عالج الخطأ بخطأ، هو أخطأ في التدخين فلا يعالج الخطأ أنه ينتقل إلى الشيشة والجراك. يوجد كما ذكرنا 40 مادة مسرطنة موجودة في السجائر بنسب ضئيلة جدا، وفي الجراك والمعسل توجد بنسبة أعلى، فهي موجودة بنسبة أعلى، رأس واحد أو رأسين من الشيشة يعادل تدخين 3 أيام. هذه دراسات، يعني ليست أنا أقول أنه في مأمن لو دخن أفضل، لا، هي نفس المشكلة موجودة، لكنه هذا جمعها في مرة واحدة وهذا جمعها في خلال 24 ساعة وخلال 12 ساعة. وسخني الدكتور. هذا يعني أنا استغرب، يعني هي لمسة بسيطة جدا، ومن خلف المنديل انظر إلى اليد كيف يعني أصبحت هذه اللطخات، فما بالك إذا دخلت جسم الإنسان، وأيضا أثرت على يعني التكوين الداخلي والأنسجة والتحولات الخلوية السرطانية داخل الجسم. مأجور إن شاء الله.